فضيلة الشيخ مسأل عن سؤال، مثلا إنسان لقى وجد لقطة من في مكة، في أثناء دخوله مكة في أول الطريق من طريق السير الكبير وهو داخل مكة، فما رأيك يعني هل يعني يدعها في مكانه في مكانها أو يأخذها معه ويرجع بها، مثلا كان هو في القصيم أو كذا، لكن هو في وجدها في الحرم؟ لا، أو قبل دخول الحرم؟ قبل دخول الحرم. هذه مثل غيره من اللقطات، إن شاء أخذها إن أمن على نفسه عليها وعلم أنه سوف يعرفها فليأخذها لأن ذلك خير. وأما إذا كان يخشى أن لا يعرفها أو أن لا يأمن نفسه عليها فإنه لا يجوز أن يأخذها، يتركها. وإن كانت يعني حاجة صغيرة مثلا ثمنا قليل أو لا، الحاجة الصغيرة التي لا في الحالة الصغيرة من 10 ريالات 20 ريال هذه ما تقول يأخذها ولا لا. و50 ريال إذا كانت يعني حدود 50 ريال، والله حسب ال50 ريال حسب يعني الناس الآن لو ضاعت من الإنسان 50 ريال هل يهتم بها؟ نعم، أوساط الناس يهتمون بها ولا لا؟ الظاهر ما يهتم بها، الشيء الذي لا يهتم به ولا يعني يظن أن صاحبه يرجع يبحث عنه هذا يهلك بمجرد الإتقاط.